السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Imran? How are you, my brother? I hope that you are in a good health. I send you this video as a kind of help for you how to memorize Surah Nuh. Okay, this video, it will be a great help for you, inshallah. How to memorize Surah Nuh in a simple way and in a good way. Let's start our lesson, our course with Surah Nuh, inshallah. Let's start our course with Surah Nuh. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل. أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا صدق الله العظيم.